متابعينا بصباحنا لليوم، ووصلنا لفقرتنا التالية. يعني برغم الظروف يلي عم نمرق فيها، دائما منلاقي المكان لحتى يعطينا أمل، لحتى يعطينا تفاؤل. ونحن عم نحكي عن الفن، الفن السوري بكافة جوانبه. بكرة السبت ب 27 آذار بيحتفلوا باليوم العالمي للمسرح أبو الفنون، ولم ينسى ما رح ننسى أكيد المسرحيين السوريين. رح نحكي أكثر شو عم يحضروا باليوم العالمي للمسرح، ونرجع بالذاكرة للمسرح السوري. بصرنا نرحب بالإعلامي ملهم صالح لحتى نحكي أكثر. صباح الخير، يسعد صباحك. يسعد صباحك أستاذ ملهم. يسعد صباحكم، أهلا وسهلا. يعني إذا بدنا نحكي طبعا عن المسرح، والمسرح هو أول فن ممكن الفنان هيك ياخذ منه كل التجارب ويتعلم منه وياخذ صدى للناس، خلينا نحكي عن المسرح السوري من بداياته حتى الآن. زمن طويل هيك رجعتينا. سلمى، المسرح السوري، خلينا ناخذ بس لمحه قبل ما يكون المسرح السوري المعاصر. وانا كثير باكد على المعاصر، لانه سوريا يعني عبر ارث الحضاري الكبير هناك مسارح في تدمر، مسارح في بصرة، مسارح مكشوفه وتتسع لالاف الجماهير. فهذه المسارح بالتاكيد لم تكن يعني عبثا، اكيد كان هناك مسرح يقام عليها، كان هناك احتفاليات ما. المسرح المعاصر قبل بدايته بسوريا كان هناك يعني مظهرين أو ملمحين له، هن الحكواتي في المقهى، وكان هناك أيضا كركوز وعواز أيضا في المقهى أو في التجمعات، يعني البيوتات لما بيكون عندها احتفالات أو ما شابه. كركوز وعواز هن من خيال الظل العثماني اللي منلاحظ أنه انتشر بأغلب الولايات العثمانية، وكانت بتعتمد على هدول الشخصين اللي هو كاريكوز، خليني اقول لك الشخص البسيط والمشاغب المشاكس، وعواز هو الشخص المثقف الفهيم الحكيم الراشد. من هون بتوقع بعض المفارقات اللي ممكن تؤدي الى الضحك، والى يعني هذا كان الهدف منه، وايضا النقد المبطن لحكام الولايه في هذاك الزمن. كان جاء الحقيقة الرائد المسرح العربي 1871 اللي هو أبو خليل الأباني، اللي نحن كثير منفتخر بسوريته، لهذا الرجل الذي قدم أول عرض في دمشق 1871، أول عرض بدمشق. هذا الحقيقة الحدث هو اللي يعتبر الولادة الأولى للمسرح السوري المعاصر، اللي من خلال يعني ذاعت شهرة أو صيت عروضه، فعمل عروض بمصر وبإسطنبول وأيضا بأمريكا. يعني تخيلي أبو خليل أباني وصل إلى أمريكا، وعاد طبعا إلى سوريا وتوفي 1903. هي المرحلة اللي حكيتك عليها تعتبر هي يعني مرحلة القرن التاسع عشر، يعني هذا المسرح السوري في القرن يعني كان عنده، وكان في بعض المحاولات البسيطة بنذكر منها مثلا، بسيطة مو يعني ما عم بقصد انه القليلة، يعني قصدي النادرة مو البسيطة كقيمة. مثلا كان في ايضا شخصية هامة جدا، اسكندر فرح، اللي كان هو اشتغل مع ابو خليل الاباني وبعدين استقل وعمل فرقته الخاصة، وتوفى تقريبا كمان 1916. هاد كله اذا قبل ما نفوت على القرن العشرين تقريبا. هي اجواء المسرح المعاصر من هدول الفرق البسيطه، ولكن اللي طلعوا بالمناسبه عملوا عروض على المستوى العربي، وابرز الرواد المسرح العربي كانوا تلاميذهم. هلا بنجي على القرن العشرين اللي هو يعني من بعد تقريبا اذا بدك جلاء العثماني عن سوريا، بدأت تظهر الفرق المسرحية هون، القطاع الخاص بدأ ينتعش، وبدأت تظهر الفرق المسرحية. بنذكر منها مثلا فرقة نادي الاتحاد، فرقة عبد اللطيف فتحي، فرق كثيرة الحقيقة. يعني أنا ما الحقيقة صعب كتير أنه نلم فيها، لأنه كانت سلمى السمة الأساسية فيها أنها ما كتير تستمر، لسبب أنه ما عندها حاضن. يعني هي مثل ما قلنا فرق خاصة. في بعدين بالخمسين بعد الاستقلال يعني بعد 1946 صار في فرق اشتدت اقوى اكثر، وصار في عنا بالمناسبه كان مثلا في فرقه اسمها فرقه نادي المسرحيه. تخيلي هي فرقه كثير كانت مهمه، وكانت يعني سيده نادي العريس كان فيه تقريبا شي 120 فنان.
فإذا المسرح السوري بهذا الوقت كان الحقيقة عم يغلي، ولكنه كان أغلبه قطاع خاص. وقلت لك أنه أغلب الفرق ما قدرت تستمر بسبب التحديات الاقتصادية، لأنه كان بده تمويل. كان المسرح هوني ما بي مثل هي الفترة، يعني ما في منه مردود كبير الحقيقة، وأنت بتمارسيه للشغف. هلأ إلى أن الحقيقة الميزة الكبيرة جدا أو اللي تعتبر ولادة ثانية للمسرح السوري المعاصر هو 1959، اللي هو تأسيس المسرح القومي. تأسيس المسرح القومي ليش نعتبره الولادة الثانية؟ لأنه هون دخل جناح آخر للمسرح، وهو الجناح خليني أقول ما بدي أسميه الرسمي ولكن الحكومي، يعني الدعم. يعني صار أنا في عندي مسرحين، احتضان الفنانين الخريجين الأساتذة 100%. يعني كان أنت في عندك مسرح خاص فقط يقوم فقط على الخاص، والآن هلأ صار في عندك اللي هو المسرح العام الحكومي القطاع العام، اللي هو أنشئ المسرح القومي 1959. ومن الطريف والله هيك يرحمه انه نذكر انه اول مدير له كان الراحل نهاد قلعي. وكان في فرق كتير كبيرة كمان خاصة بوقتها، يعني أغلب الفنانين النجوم عملوا فرق خاصة فيهم. بنذكر يعني مثلا فرقة زياد مولوي، فرقة الله يطول بعمره هدى شعراوي، فرقة رفيق سبيعي، فرقة عمر حجو اللي كان اسمها مسرح الشوك، وأيضا فرقة الكبير دريد لحام ونهاد خلعي وعمر حجو المشتركة اللي هي فرقة تشرين. فكل هي الفرق ظهرت بالإضافة بالتوازي مع المسرح القومي، فكان في الحقيقة تشكيلة كتير غنى بهذا اللي هي الستينات والسبعينات، عم نحكي عن غنى كبير جدا في المشهد المسرحي السوري، وأفرز كتير إذا بدك من المواهب ومن الشخصيات البارزة. النقطة اللي كتير مهمة اللي كنت أنا بدي أقولها، أنه اللي دعمه للمسرح القومي بنشأته هو عودة أكاديميين سوريين درسوا برا بمصر بالاتحاد السوفيتي. هذا الحكي بالستينات عم بحكي، يعني مثلا الله يطول بعمره الأستاذ أسعد فضة، مثلا الله يرحمه محمود خضور، عم حاول أتذكر هيك من الأسماء، الأستاذ حسن عويتي، في استاذ فردوس اتاسي، هدول من اللي اجوا اسسوا من برا اكاديميين واجوا اشتغلوا بالمسرح القومي. طبعا بنذكر كمان الله يرحمه الدكتور رفيق صبان. كثير في هي الكوكبه الحقيقه اللي اشتغلوا على المسرح القومي وارث المسرح القومي اللي نحن اليوم كثير بنفتخر فيه. هلا بالولاده الثالثه اللي انا بعتبرها هو انشاء المعهد العالي للفنون المسرحيه، كان اجى 1977، يعني بعد المسرح القومي ب 17 سنة تقريبا أنشئ. اليوم ليا اليوم يعني بعد كم شهر نحن على موعد أنه نحتفل ب 40 دفعة من خريجين هذا المعهد، لأنه أول دفعة تخرجت 1981، فأنت 2021 بيكون في عندك 40 دفعة تخرجت من المسرح العالي المعهد العالي للفنون المسرحية، اللي كانت دفعاته الأولى تقتصر فقط على اختصاص التمثيل. نعم. وبعدين طبعا اليوم في عندنا 5 اختصاصات. فبالتالي هذا اللي كمان اليوم أنت عندك 40 دفعة طلعت وظهرت، هذا كتير دعم المشهد المسرحي بأكاديميين بخبرات. لكن للأسف هذه الخبرات لم يتم احتضانها في مشاريع إبداعية، وبالتالي ذهبت إلى غير قطاع اللي هو غالبا هو الدراما السورية، فانتعشت الدراما السورية، لكن كانت هي على حساب المسرح. أنا ما شفنا مراحل من الركود للمسرح السوري، كان بفترة منقطع خلال سنوات الحرب، رجع بتحس من أول وجديد. يمكن صاروا الفنانين، صاروا الخريجين الجدد يعطوا بعض الأولوية، حتى الجمهور كان مشتاق ومتعطش جدا إلى المسرح السوري. خلينا مشان ما يداهمنا الوقت نحكي عن تطور المسرح بسوريا، المباني المسرحية. يعني كتير نحن عنا صالات عرض مسرحية كتير مهمة بسوريا مجهزة لحتى هي تستقبل يمكن أهم العروض المسرحية. خلينا ننوه عن هاي النقطة، يمكن كتير عالم ما بيعرفوا غير 1-2 مسرحين أو 3، ولكن نحن عنا مسارح عظيمة. هلا شو يعني، هو كان لابد بعد هي النشأة بالأساس اليوم ليا، أنت إذا بتزوري دار الأسد للثقافة والفنون فأنت بتلاقي إنه هذا المجمع هو في دار للأوبرا وفي المعهد العالي. فإذا كان هناك فكر استراتيجي إنه هذا المعهد خريجينه أنا كيف بدي شغلهم بعدين، فلازم تكون منشأة تقدر تحتضن هدول الدفعات الأربعين. لكن هذه المنشأة في سوريا هل هي كافية؟
بالتالي وهي هي يعني ليست فقط لاحتضان الاعمال المسرحيه فقط، هي اكيد في عروض اخرى اللي هي الموسيقى والاوبرا وما الى ذلك. لكن انا اللي بدي اقول لك عليه التطور المسرحي اللي اجى الحقيقه فعلا هو مثل ما حكينا مع الدفعات الخريجه، ولكن هي ما كان في مشاريع مثل ما قلت لك ريعيه تقدر يعني تقدر تاخذ تتبنى او تستغل طاقاتها، وبالتالي من حق هي الطاقات ان تبحث عن فضاء اخر يعني تحقق فيه ذاتها. اليوم نحن الحقيقه من خلال يعني اذا قلنا 1871 هو العرض الاول، فنحن اليوم تقريبا عندنا يعني ارث 130 سنه، ما هيك لا 150 سنه، عندنا ارث 150 تقريباً. سنه بالمسرح. الحقيقه هذا الزمن انا بشوفه ما يعني ارثنا بالمقارنه مع هذا الزمن نحن كان لازم نكون بمصافي اكيد متقدمه اكثر من هيك. هذا ما بيعني انه نحن ما عندنا الاساسيات وما عندنا الاستراتيجيات وما عندنا، لكن ظروف المنطقه بالعموم هي ظروف غير مستقره. يعني كل المراحل اللي عم نذكرهم اساسا القرن العشرين بالنسبه لسوريا هو مرحله ما فيها استقرار الا فترات بسيطه جدا من الاستقرار، وبالتالي المسرح او الفنون لا ما بتقدر تعيش بالحروب، ما بتقدر يعني بالحروب ما بتقدر تتجاوز، ما بتقدر تعطيكي تتطور، بدها مراحل من الاستقرار لحتى تتطور، وهذا على تاريخ البشريه اكيد. وهون كان بدي اسالك بما انه نحن يعني اساسا عم نحكي اليوم بمناسبه المسرح يوم المسرح العالمي، خلينا نقول بسوريا شو رح يكون في احتفاء بهذا اليوم؟ تمام. هي نقطه مثلا من النقاط المضيئه الحقيقه، وهذا انا معك بالنظره التفاؤليه اللي حكيتي فيها من شوي، انه اليوم نحن برغم كل ما يمر بسوريا ليا اليوم في بالحد الأدنى حسب معلوماتي 8 محافظات سورية ستحتفي غدا بيوم المسرح أو اليوم العالمي للمسرح، وليس على مدى يوم بل يعني ستنطلق الأنشطة غدا السبت وتستمر لأيام، ربما أحيانا لأسبوعين أو لأيام يعني مع لبدايات تقريبا قبيل رمضان اللي هو ممكن يجي يعني بمنتصف نيسان تقريبا أو ب13 نيسان. الحقيقة رح نحكي عن دمشق اللي فيها اليوم بكرة رح ينطلق عرض الأشجار تموت واقفة، هو للكاتب الإسباني أليخاندرو كاستونا، للمخرج المتميز جدا الحقيقة الأستاذ هشام كفارني إعداده النص وأخراجه، ومع كوكبة من الممثلين الحقيقة الأستاذ أمانة والي، الأستاذ علي قاسم، عدنان عبد الجليل، قصي قدسية، روجينا رحمون، وسليمان قطان، وعبير بيطار. الحقيقة مسرحية هامة جدا، سبق قدم المسرح القومي أعتقد بالسبعينات أو آخر السبعينات، كانت بطولة المدام سناء دبسي، الأستاذ أظن كمان كان مع الأستاذ سليم صبري حسب ذاكرتي، ولكن هذا عمل مهم جدا عالميا وما كتير تصدوا له الحقيقة مخرجين، لأنه من الصعوبة يعني عمل صعب، في شيء من الصعوبة. اللي أنا كنت بدي أقوله أنه أيضا لم تقتصر يعني الأنشطة والاحتفالات فقط على العروض، أيضا في محاضرات، ففي محاضرة رح تكون بمسرح الأباني بكرة الساعة 12 عن المسرح السوري وقائع وطموحات، هذا فيما يتعلق بدمشق. طب المحاضرات هي شو رح تقدم للفن فنانين ولا الجمهور ايضا؟ هلا هي الدعوه عامه رح يحكوا، العنوان الرئيسي ليا هو المسرح السوري وقائع وطموحات. يعني بتخيل انه يعني قضيه احتضان تبني الفنون والمسرح يمكن لا هون رصد، انا اظن انه من العنوان، انا يعني ماني مطلع وبكره اكيد رح اتشرف انه اكون موجود الساعه 12، ولكن بعتقد من العنوان واضح انه هي مساله رصد يعني دراسه. لكن خليني اذا سمحتي لي يعني مشان نحيي كل المدن السورية اللي رح تحتفل معنا بكرة، عنا بحلب رح يكون في يعني فعاليتين، المعطف إخراج حكمة عقاد، ويوم المسرح العالمي إخراج غسان ذهبي، مع أيضا اللاذقية رح يكون في عرض مهرجان بريسبان تأليف جورج شحادة وهشام غزال، ورح يكون في محاضرة أيضا باللاذقية بتحكي عن جاذبية المسرح. في طرطوس في هناك عرض انعكاسات لإخراج عيسى صالح. بحمص تخيلي حمص سلمى فيها 7 عروض مسرحية،
بيشارك يعني مثلا فرقة من المسرح الجامعي، من المسرح المدرسي، من المسرح العمال. فهناك يعني خليط الحقيقة، 7 عروض بحمص. هي المدينة المتعطشة دوما للمسرح، ودائما بالمناسبة زملائنا اللي بيروحوا بيعرضوا بالمحافظات بيخبرونا عن قديش في جمهور متعطش جدا للمسرح، ومن هذا الجمهور الحقيقة جمهور حمص. والدليل هي عم اقول لك اليوم نحن قدام بكره في 7 اعمال. رح انهي انا الحماة، في عندها عرض واحد لصباح لم ياتي اخراج محمد خوجة، وفي الحسكة طقوس مرسحية هيك مسمينه اسماعيل خلف، وبالسويدة في احتفالية عن المسرح. فهي تقريبا 8 محافظات. انا عم بحكي عن الفعاليات التي تتبناها والتي تقدمها مديرية المسارح والموسيقى التابعة لوزارة الثقافة. نحن بدنا أكيد يعني نقول كل عام وكل المسرحيين السوريين بألف خير، ومو بس الممثلين، من فنيين ومن جهود جبارة أكيد. وبدنا نقول إنه كل الناس يلي دعوة عامة رح تشارك بالدعوة تنتبه كتير منيح على حالها، لأنه الكورونا يعني هلأ بذروته. أكيد ناخذ الإجراءات الاحترازية ونحتفل، ولكن ضمن إجراءاتنا. نحن كثير بدنا نتشكرك ويسعد صباحك. أهلا وسهلا.